عبد العاطي عبد المقصود صباحي وشهرته حمدين صباحي حصل على 757,511 صوتا بنسبة 3.9% من 100 تقريبا مقارنة بعدد الأصوات الصحيحة. وبالبناء على ما تقدم يكون الفائز بمنصب رئيس الجمهورية مصر العربية في الانتخابات التي تمت في الخارج أيام 15 و16 و17 و18 و19 من مايو 2014 وفي الداخل أيام 26 و7